أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية. نستعرض الآن وإياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة لنهار اليوم. نبدأها بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض، حيث يسود الطقس مستقر لكن مائل للبرودة 23 درجة مئوية، كحرارة عظمى الملموسة 21، الرطوبة 46%، والرياح تكون شمالية إلى شمالية شرقية معتدلات السرعة. نذهب الآن لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، تبوك فرصة لزخات من الأمطار 20 إلى 7، سكاكا 20 إلى 9، وعرعر 19 إلى 8 درجات مئوية. ننتقل الآن للمنطقة الغربية، مدينة جدة فرصة لزخات رعدي من الأمطار 30 إلى 22، المدينة المنورة 27 إلى 13، مكة المكرمة أيضا زخات رعدي من الأمطار 29 إلى 20، والطائف 22 إلى 11 مع فرصة لزخات رعدية من الأمطار. المنطقة الجنوبية الغربية، جازان فرصة لزخات من الأمطار 29 إلى 24، أبها تفرق للغيوم 22 إلى 9، الباحة 18 إلى 12 مع طقس غائم جزئي. الدمام 25 إلى 17، حفر الباطن فرصة لزخات من الأمطار 24 إلى 15، والإحساء 24 إلى 14. المنطقة الوسطى حائل 21 إلى 7 مع طقس صافي، بريدة 25 إلى 14، والرياض 23 إلى 12. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.